أنا اسمي ريما وإختي سارة هي أقرب شخص لإلي. سارة صار لها مع صاحبتها 5 سنين وكتير مبسوطين سوا، مع إنه ما في يوم بيمرق إلا ما بتسمع لها شي لطشة. أي ما طبنا نفرح منك؟ ليه يا حبيبتي شو ناقصك؟ صعب الحياة بلا أولاد. هلأ هي قصة هرمونات، يعني الله بيشفي. هلأ سارة حفظتهم كلهم وعندها جواب لكل وحدة منهم، وأجوبتها كتير بتضحكنا. نحن عائلتها داعمينا ومحترمين حقوقها. هلأ سارة قوية وقت حالها، بس مش كل الناس مثل سارة. في ناس كتير بيتأثروا بالتمييز ضد الميول الجنسي، وهيدا الشيء ممكن يودي لاكتئاب أو لمطارح كتير أخطر. مع أنه الجمعية اللبنانية لعلم النفس وجمعية الطب النفسي بلبنان وأهم الأبحاث العالمية أثبتت أنه المثلية منا مرض، بس بعد في 70% من المجتمع اللبناني معتبرها مرض. شو بحب أقول للمجتمع؟ التمييز موضوع كتير دقيق وحساس، وفيها كلمة واحدة تودي لمطارح كتير خطرة. حياة الناس منا لعبة. التهميش مضر بالصحة.